السلام عليكم. في هذه الحصة إن شاء الله نحاول نشوفوا واحد النص ديال تعلم القراءة الفرنسية من الصفر. النص غيكون عبارة عن قصة وغيكون غني بمجموعة من الأفعال الفرنسية. دونك نحاولوا نبداو هذا النص. لا في ال ا لا لا في يعني الحياة. لا في او ا لا فان نو سو برونونس با يعني او ما كيتقراش في الاخر. لا في او اس تي هذا كامل كيتقرا ايه. لا في اي الا بغيت نعرف واحد الحاجه كندير هاد اي دونك لا في اي وهادي ان او مع ان كتقرا ان دائما ولا كانت الكلمه يعني سو تيرمين بار تي كتنتهي بالتي ابري تي جي ان ولا اون كنقولوا ايتان او لا ايتون دونك هادي لا في ايتان. لا في ايتان يعني هنا كتكون لا ليزون. لا في ايتان هنا سي مع ا غتقرا كا كا وهادي دو. علاش؟ حيت او ا او هاد ثلاثه كاملين كيتقراو او دونك دي مع او غيتقرا دو. دونك لا في الحياه ايتان كادو. قال لك الحياه عباره عن هديه بغيت نعرفها داكشي علاش درت لي هاد اي. الحياه هي هديه. لا في ايتان كادو النوع ديال هاد الكادو يعني كيتسمى النوع يعني صفه تسمى ادجيكتيف اون فرونسي. دونك ادجيكتيف دونك هنايا مثلا باش وصفوها يعني الوصف عندك هنايا بري هادي ماشي بري غتقرا بري. علاش بري؟ حيت الاغ ملي تيكون قبل منه سي او لا تي او لا الاف او لا بي كيتقرا خا بحال كرايون تخوا فرونسي ابري. داكشي علاش هنا تقرا تخا. دونك بري وهادي سي وهادي او و اكس على فان كذلك نو سو برونونس با. هاد المقطع كامل كيتقرا او داكو. دونك بري سي او بري سي او هنا بحال كنزيدو واحد الياء ولكن كتكون خفيفه حيت ملي كيكونوا حرفين متحركين كنديروا واحد الياء خفيفه بيناتهم ديك الياء بحال هكا ولكن كتكون خفيفه. دونك بريسيو بريسيو دونك هنايا لا في اي تان كادو بريسيو. دونك الحياه عباره عن هديه قيمه قيمه او عندها ثمن هي بريسيو. كو اك مع او كتقرا كو. قلنا هاد الحرف اللغه الفرنسيه ديما الا بغيت نكتبو كنحط حدا هاد الاو دائما وما كتقراش غير كدار. بحال مثلا بغيت نكتب الرقم 4 4 خاصني نكتب هذا وندير حدا هاد الاو عاد ندير ا هادي كتقرا كا عاد ندير تي ار او 4. فهمتي كيفاش؟ يعني ديما كندير هاد الاو مورا هذا عاد نحط الحرف اللي بغيت. دونك هنايا كتقرا كو نو ريسيفون ريسيفون في افيك او ان كتقرا اون. دونك نو ريسيفون هنا مصرف نو نحن ريسيفون لو فيرب ريسيفوار مثلا التلاقي. دونك نو ريسيفون يعني اللي تلقيناها يعني حصلنا عليها نو ريسيفون او اللي تلقيناها ان صح المعنى. دي نوتر دي نوتر نوتر شي حاجه ديالنا دي نوتر نيسونس ا افيك اي سو برونس اي ان افيك اي. دونك ني ني سون ا افيك ان سو برونس اون. دونك ني سون ني سون اس. دونك نيسونس نيسونس حبيت كنقولوا لا دات دو نيسونس. دونك هنا تاريخ الازدياد او لا هادي. دونك هنا نيسونس هو الازدياد او وي كذلك يعني الازدياد نوتر نيسونس داكو. دونك نو ريسيفون شنو قالوا لك هنا؟ قال لك لا في اي تان كادو الحياه عباره عن هديه précieux يعني قيمه que nous recevons يعني اللي كنحصلوا عليها دي نوتر نيسونس يعني من يوم ولادتنا داكو يعني الازدياد ديالنا نيسونس. هنا اللغه الفرنسيه من الكلمه راه كيكون عندها بزاف ديال المعنى على حسب لي زوتيليزاسيون استعمالها. شاك سي افيك اش برونونس دونك شاك شاك كتعني كل شاك جور كل نهار شاك سيمين كل اسبوع شاك ويكاند يعني كل سبت والحد. شاك جور شاك جور داكو. شاك جور كي كي هنا شنو قلنا؟ قلنا اي اغ من الحروف اللي كتقرا في الاخر. عندك اف ار سي ال كيتقراو في الاخر هادو كاملين كيتقراو في الاخر والحروف المتحركه كيتقراو في الاخر والحروف المركبه كيتقراو في الاخر ماشي الاخر لا. دونك الاف بحال مثلا اكتيف بحال مثلا نواغ بحال مثلا ساك بحال مثلا شوفال. هنا جور حتى الاغ من الحروف اللي كتقرا في الاخر دونك شاك جور داكو. كي اك افيك اي غتقرا كي. شاك جور كي باس يعني اللي تيمر داكو او اللي تيدوز. هنا عند الباسي عنده جوج المعاني ممكن يقصد بها كيدوز او اللي كيمر. دونك كي باس يعني شاك جور كي باس كل نهار اللي كيدوز. ابورت كيجيب لينا ابورت داكو ابورت او ابورت دي مومون دي مومون او ان كتقرا اون دي مومون تي اس على فان سو برونونس با تي اس كتقراش في الاخر يعني كيجيب لينا لحظات دو بون مع او ان بون اش ما كيتقراش وهادي اوغ بحال الساعه ساعه لوغ لوغ داكو. دونك هنا دو بون اوغ
هذه كامله كتقرا دو بونور كتعني السعاده، يعني قال لك شاك جور كل نهار اللي كيدوز ابورت يعني تيجلب لينا او تيجيب لينا دي مومون لحظات دو بونور يعني ديال السعاده. غوكاردون يعني نشاهد او نشوفو، غوكاردون انا فعل امر، غوكاردون داكشي علاش ما كاينش قبل منه الضمير، الا شفتي الفعل ما كاينش قبل منه السوجي ديالو الضمير عرف بانه فعل امر. غوكاردون دو بلو بري يعني حدانا، سيت ميرفيوز، سيت هادي اس مع او او بعدها حرفين ساكنين غتقرا اي دونك سي، وهادي ات سيت يعني هذه ميغ، هاد او غيتقرا اي حيت بعدو ساكنين، ايغ في هذا الحرف في دونك ميغ في، وهادي غتقرا ليا حيت جوج اللامات ملي تيكونوا بين اي والاو كيتقراو بحال ليا اغلبيه الاحيان دونك ميغ في، وهادي يوز يوز هاد اسم الحرفين المتحركين دونك سيت ميغ فيوز. ميغ فيوز شي حاجه زوينه ومؤنثه، سيت ميغ فيوز افونتور افونتور يعني هاد المنظر جميل او هاد يعني افونتور شي حاجه زوينه داكو. كي لافي يعني اللي هي الحياه، كي لافي اللي هي الحياه، قال لك غوغاردون دو بلو بري سيت ميرفيوز افونتور كي لافي داكو، يعني نشوفو غير بالجانب ديالنا وحدانا سيت ميرفيوز هاد الحاجه اللي واعره اللي هي الحياه، سيت ميرفيوز افونتور بحال قلت المنظر او الطبيعه او داكو، دونك شي حاجه زوينه اللي هي الحياه كي لافي. شاك ماتان يعني كل صباح، شاك ماتان داكو، شاك ماتان كل صباح، لو سولي لو سولي سو ليف يعني السماء الشمس عفوا، لو سولي سو ليف يعني تشرق داكو، سو ليف هنا ليف كنقصدو به تنهض وكنقصدو به حتى الشمس كنقولو ليها تشرق، هذا عنده جوج مثلا جو مو ليف انا استيقظ، ولكن الشمس كذلك كنقولو لو سولي سو ليف يعني تشرق، يعني الفعل عنده جوج المعاني على حساب لي زوتيليزاسيون سيمانال، لو سولي سو ليف يعني تشرق. inondant inondant هادي اي وهادي نون inon don inondant le monde de lumière، قال لك تغرق العالم بالضوء ديالها inondant le monde de lumière. مزيان نشوفوا الجزء الثاني من النص، قال لك سي سي وهنا كان ثاني ان او تي، نقولوا سي تان سي تان يعني كنهضروا مازال على الحياه، سي تان نوفو هادي نو وهادي في هذا راه الحرف في، وهاد او ا او كتقرا او دونك نو ومع في مع او فو دونك نوفو، سي تان نوفو يعني واحد الحاجه جديده، سي تان نوفو ديبار يعني بدايه جديده، ديبار هو البدايه ديبار، وتما كتقراش في الاخر ديبار، قال لك الحياه هي سي تان نوفو ديبار هي بدايه جديده. اون نوفيل نوفو كنقولوا شي حاجه مذكر ان نوفو داكور، ولكن مؤنث كنقولوا نوفيل مثلا نوفيل ميزون يعني منزل جديد داكو، نوفيل ميزون منزل جديد، ولكن ملي كيكون شي حاجه مذكره كنقول نوفو، سي تان نوفو ديبار حيت ديبار مذكر بدايه مذكره، دونك سي تان نوفو ديبار بدايه جديده. اون نوفيل بدايه، اوبورتونيتي اوبورتونيتي كتعني فرصه يعني فرصه جديده، اوبورتوني وهادي تي اوبورتونيتي يعني فرصه جديده، اوبورتونيتي دو يعني من اجل، هاد دو كتعني من اجل او ديال، دو كريي كريي هنا الا شفتي كذلك حرفين متحركين كنديروا واحد الياء خفيفه بيناتهم، دو كريي يعني باش ننشؤوا ونديروا، دو كريي دي سو فو نيغ اسم كتقراش في الاخر يعني باش نخلقوا ذكريات او نديروا دي سوفونير ذكريات، و اي دا كومبليغ وباش نحقو دا كومبليغ انجاز او تحقيق، دا كومبليغ ماذا دي شوز دي شوز يعني اشياء، فورميدابل يعني واعره او زوينه، فورميدابل داكو، كو سو سوا كو سو سوا يعني سواء، كو سو سوا اون الون الون اون الون يعني سواء ذهبنا اليكول الى المدرسه، اليكول لو فيرب الون هنا لو فيرب الي، اون الون اليكول يعني سواء ذهبنا الى مدرسه الجمع، او ترافاي او العمل ترافاي هاد ا اي ال كتقرا اي ترافاي، او اون باسون او لا ملي كندوزو اون باسون دو تون يعني ملي كندوزو وقت، اون باسون دو تون
افيك مع مو بروش. هنايا بالنسبة للبروش كتعني شي حاجة قريبة، دونك بروش، او لا كتقول شي واحد ابروش يعني اقترب، دونك نو بروش كتعني الاقرباء ديالنا الاحباء ديالنا. افيك مع نو بروش، نو شي حاجة ديالنا، نو بروش اقرباء ديالنا. شاك كل جورني يعني كل يوم، جورني كل يوم. ايتون يعني هو واحد، ايتون هنا قلنا اون نديرو ايتون. شانس يعني واحد الحظ، شانس هو الحظ يعني عندك او فرصة، او هنا نقولوا الحظ. ايتون شانس دو غرانديغ انك تكبر، او النمو. دو غرانديغ هذا فيرب، دو غرانديغ. اي دابروندغ، داب هنا غتقرا خا حيت قريب من هابي، داب خون دغ اي دابخوندغ يعني باش تعلم. قال لك شاك جورني يعني كل يوم، اي تون شونس دو غرونديغ يعني هو فرصه باش نمو او تكبر، اي دابخوندغ وباش تعلم. داكوغ، غنحاول ندوز لكم النص دغيا باش تكتبوا. دونك لا في اي تان كادو بريسيو كو نو روسوفون دي نوتر نيسونس، شاك جور كي باس ابورت دي مومون دو بونور. Regardons de plus près cette merveilleuse aventure qu'est la vie. Chaque matin, le soleil se lève, inondant le monde de lumière. C'est un nouveau départ, une nouvelle opportunité de créer des souvenirs et d'accomplir des choses formidables, que ce soit en allant à l'école, au travail ou en passant du temps avec nos proches. Chaque journée est une chance de grandir et d'apprendre. D'accord? Donc, bon courage.